نتنياهو أنهى جولة يقول بأنها تاريخية في البيت الأبيض وفي واشنطن، وأوبك أي إحدى كبار اللوبيهات الصهيونية في أمريكا اليهودية التي تدعم إسرائيل والتي لديها ميزانيات كبيرة تزيد عن 600 مليون دولار كل سنة تصرفها، وهي على علاقة مع الجمهوريين وأيضا مع الديمقراطيين في أمريكا، وتضغط على أي شخص داخل أمريكا من الطرفين من القطبين السياسيين وحتى على الرئيس الأمريكي. أمس اجتمع فيهم نتنياهو في خطاب كبير حضروا المئات من القيادات الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية. مقال نشر في صحيفة إسرائيل اليوم لدرور أريدار يتحدث فيه بعنوان نتنياهو يصنع التاريخ في واشنطن ولكن إسرائيل تغرق في الوحل. إذن نتنياهو يصنع التاريخ في واشنطن وإسرائيل تغرق في الوحل، ومما جاء في المقال. يا لها من دراما في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس ترامب ويبحر على أجنحة المعادلة التاريخية بين تصريح ترامب ونقل السفارة إلى القدس وتصريح كورش وتصريح بولفور والاعتراف الفوري بالرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد إعلان استقلال. علم في البلاد عن شاهد ملكي آخر. هذه المرة نير هيفتس الذي لعله يوفر للشرطة الدليل الذهبي الذي تبحث عنه، من المشكوك فيه جدا أن يحصل هذا، فمن شأن هيفتس أن يفتح صندوق المفاسد غير المرتبطة بالضرورة برئيس الوزراء. وجاء في المقال أيضا ومن المستنقع الإسرائيلي عودة إلى واشنطن في مؤتمر إيباك الذي تحول من لوبي يهودي من أجل إسرائيل إلى اجتماع لعموم يهود الولايات المتحدة. ألقى رئيس غواتيمالا خطابا أول أمس وأعلنه أيضا في ظل تصفيق الجمهور عن نقل سفارة بلاده إلى القدس. فوجئت من قلة التصفيق للخطاب الذي سبقه خطاب أفي جاباي. تحصد الدبلوماسية الإسرائيلية إنجازات تاريخية، فقط كيف تسقط من الأعلى إلى الأسفل لتحقيقات الشرطة وبشائر أيوب في الإعلام. هذه الثنائية لا تطاق، كونان منفصلان، وفي الوسط مواطنو إسرائيل يترنحون أمام هجمة هائلة على وعيهم. ليست السفارة وحدها تنقل إلى القدس بخلاف معظم التوقعات المعادية، بل المسألة الفلسطينية أيضا تنجر كحل إضافي. يتحدثون عن إمكانية مداولات بين إسرائيل والفلسطينيين. عصر أوباما اختفى وكأنه لم يكن. لقد أثبت ترامب بأنه يعرف كيف يكفر بأفكار المؤسسة القديمة. فهل في النزاع على الباب أيضا سيجتاز الروبوكون ويطرح فكرا جديدا؟ وجاء أيضا لقد فضلت وزارة الخارجية في الغالب القضية العربية على تلك الإسرائيلية. تقريبا 100 سنة من المفاوضات منذ اتفاق وايزمان فيصل في 1919 وحتى عصرنا، أثبتت بالإشارات وبالرمز بأن عرب البلاد غير معنيين باقتسام البلاد مع اليهود وبدولة مستقلة. وقد جاء أيضا في المقال الذي يسخر عمليا من نتنياهو والذي يقول بأنه في أمريكا يصنع التاريخ وهنا يواجه قضاء وفساد. لقد كان نشاطهم موجها دوما لحرمان اليهود من العودة إلى صهيون، فماذا تجدي خطة سلام أخرى لعلها مخصصة لترامب نفسه كي يرى بأم عينيه مسرحية العبث؟ لقد سبق أن أعلن أنه لن يكون سلام دون عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. حسناً، فقد جلسوا بما يكفي في الوقت الذي امتلأت فيه شوارع إسرائيل بالعمليات، والآن بدلوا عمليات الدم بالعمليات الدبلوماسية، وعندها ستأتي أفود أخرى إلى المنطقة لتربع الدائرة وسيلعب الفتيان أمامنا. وفي الفقرة قبل الأخيرة جاء في المقال في مؤتمر إيباك سمعت قلقا واحدا مشتركا لعموم الناس الذين تحدثت معهم أصحاب مناصب مختلفة في الشتات وفي إسرائيل. هل سنتمكن من وقف الانجراف الهائل للاختفاء الهادئ ليهود الولايات المتحدة من أوساط الشعب اليهودي؟ مسألة هوية الجيل الشاب تحوم فوق كل الاجتماعات. وأخيرا جاء إسرائيل بصفتها الوطن القومي للشعب اليهودي ستكون مطالبة بأن تقود الكفاح في هذه الجبهة قبل أكثر من 2000 سنة. تثبت القول إن لم أكن أنا فمن لي، وقال أيضا إن لم يكن الآن فمتى.
إذا الكاتب المقال درور أريدار يقول عمليا بأن العرب في البلاد لا يريدون دولة لليهود، وبأن كل مفاوضات وكل عملية سلام هي عمليا ستجهد وهي لا منفع منها. وقال أيضا بأن الفلسطينيين بدلوا العمليات عمليات الدم التي ملأت تل أبيب يوما، ولربما يقصد بالعمليات التي كانت مسلحة في مناطق الإسرائيلية، وقال بأنهم بدلوها بعمليات دبلوماسية. وحاول أن يوازي ويقول بأن نفس الهدف من هذه العمليات الدبلوماسية تقريبا هو ذات الهدف الذي كان في عمليات استخدمت فيها أدوات العنف والسلاح داخل الأراضي الإسرائيلية. إذن كاتب المقال يبدو متشائما، وأيضا بنفس الوقت المتشائم من كل عملية سلام مقبلة يقول بأن نتنياهو في الخارج يصنع تاريخا ويوازي بين 2500 عام وبين وعد بلفور وبين إقامة دولة اليهود وبين نقل السفارة إلى إسرائيل، ومن جهة أخرى هنا يواجه فضائح بالفساد تتعلق بتلقي سيجار وشمبانيا.